يسلمك شو بتحكي؟ فيفا فيفا غدا وصلت. ليش ما كنتي معها؟ بلا بس تعطل التاكسي فينا، قام الشوفير حملها واجا فيها لهون. وينها؟ ليش ما اجيتي معه؟ قال لي اضطري للتاكسي. وانت كيف اجيتي؟ اخذت تاكسي ثاني بس رايح وجاي قاعد عم يتهركش فيني، الله اعلم شو فكروني. وبتعرفي وين ظلت التاكسي؟ طبعا. اخذتي رقمها؟ لا. امشي قدامي دليني وانت امشي لنشوف. يلا يلا عمي ابو نجيب يلا. يا ابو خلنا نتوه البيت، ما بيجي من وين من كوزر وجع الراس. هون؟ ايه هون يستوي ايديك. على انو غرفة؟ هديك هونيك. ايه هونيك هونيك. هينك كاكا. ليش وقفت اخي؟ تعبت، خليني اخذ نفس. بعينتك بتدخن كثير. ايه شلون عرفتي؟ لانه كل مترين بتوقف تاخذ نفس. صار لي زمان عم اقول بدي بطله بس ما عم تزبط. اخي هلا لو اجينا بتاكسي من المستشفى لهون مو كان اريح لك واريحني؟ ما بقدر، امنوني وصلك لهون بنفسي. بعدين هدول الشوفيريه ما بيتامن لهم ولو انا منهم، بس يشوفوا واحده حلوه بتشط ريالتهم. ايه مو ضروري كنت طلعت معي احسن ما تعب حالك. والله زعلت علي. والله ما اجت على بالي. لسه ما ارتحت اخي. باقي دقيقتين. ايه باقي مترين ونوصل. ايه هن اخر مترين اصعب مترين. كم ماشي فيني منيح خليني فوت دق الباب. يلا. ليش بدق الباب؟ ما في داعي، اتفش ودفش. لحالك بالبيت؟ لا، جوزي جوا مكسور هو الثاني، بعث لي الله. متجوزه؟ متجوزه؟ حرام عليك شفيفة، ما وصلني ببلاش من المستشفى لهون. ليش من المستشفى لهون كان حامله؟ ايه يخرب بيتك، تركها من ايدك. لا تركها من ايدك. اخ لو كنت صاغ لكنت خطبتك خبطتك وما تركت فيك ارني صاغ. حرام عليك حبيبي، فوق ما شفق علي. شفق عليك ما هيك، تركها من ايدك. ايه شفق علي وعرض علي كمان اني ضل عنده بالبيت لحتى يفكوا لي الشبصين، فكرني مقطوعة. عفيف خلصنا منك ومن نسوانك بقى. انتبهوا لي شوي. ايه هلا قبل ما نتخذ الاجراءات في البحث لازم نتاكد اذا هون ولا مو هون. طيب يعني اذا هون ولا مو هون، يعني سيدنا ابو نجيب، يعني انت شو توقعاتك؟ شو توقعاتي؟ يعني اذا ما وصلها لهلا معناها في جريمه بالنص حتما. طيب ليش عم تذبحها؟ مو جريمه ذبح، جريمة من نوع آخر. ما بظن لو شوفير التاكسي عامل شيء كان ما بيترك التاكسي وراه دليل ضده. ايه مزبوط، صار يعني اكل صحيح. نحن لايبين عم ندور وزيزون وزيزون هون. اخ ضهري، رجعوني على المستشفى. تقتلوا هو والشوفير. شو انا مالي شغلة غيركو؟ ظهرك على شعره رح ينكسر وحوضك ثلاث شقف ولساتك عم تخاني؟ كان حاطنها بين ايديه وشحطها، الله لا يعطي العافيه. يا شفي في مليون حل غير الخناق. طلق. شو طلقني؟ لكن يعدلوا اربع خمس اشهر زياده بالفرشه احسن. لا يطلق ولا يخانق، الرجال ما عمل شيء. لكن بدك يعني استنى لحتى يعمل غطى على قلبي. غمق. يلا شيلوا على المستشفى لشوف. شيلوا خلصوني. منيح لي ما اخذنا النقالة، ساعدني سري. يا امين. اوينا. حاجته مرسي حاجته، بتكون جنحة بعدين بتصير جناية. فازولا عندك فحص. ان الاقتصاد الوطني في حالة ممتازة لا يحسد عليها. خير ما تعمل خير، ليش اصوات كانت طالعة وهمدت فجأة؟ لا يهمك سهري، ما بتطلع من هون مستمة زرقة. اخ يا مرت عمي اخ تسلميلي، انا لو ما كان عندي حما مثل حكايتك قبضايا وشطوره شو كان بتصير فيني؟ كانوا زتوكم مثل الكلاب على الشارع. لا 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 هلا نزعتيها. قولي مثل الهداء مثل الها مثل شو اسمه، ضروري تسمي الاسم يعني. مثل الشي اسمه انبسط. شوف
في؟ ذبحوه يا سيدي ذبحوه. لمين؟ للمثقف سيدي المثقف. شوفي شو صاير. ها سيدي طعماني قتلي كسرلي رجل تاني عطبني سيدي ذبحنا ذبحني لي كسرلي قتلي يا سيدي شرحه سيدي. وانت شبه رجلك يا حلوة؟ انا؟ ما بها شي خلق سيدي. ايوه تعالوا لشوف مش حطولي هداك على المستشفى وانتو سبقوني على المخفر لحقك معكم رملا حركوا لها. اوكي يا جوزي بريئة انا بريئة هو اللي قتل معك انا بريئة لا تدخل معك لك انك رجال خايف عليك كنت بتمعه ما بدك عزيمة منيح اللي جيتوا سيدي منيح اللي جيتوا بدي عمرتي وكانوا رح يروحوا فيها. وانت بالغرفة مسكر على حالك الباب بدل ما تطلع تفرق بيناتهم. سيدي مو مستعد موت برصاصة طايشة لا ناقلي ولا جمل في هذه المعركة حتى سأل نسواني. شو يا نسوانو؟ نحن كنا نايمين ما شفنا شي واللي قالوا فيفو صح فيفو؟ انت هاني شو جابك لهون؟ سمعنا الصوت جينا نتفرج سيدي. يلا يا ابني كملنا الا شوف ديروا بالكم ديروا بالكم عليهم هدول شو حموس وين؟ سمعت انه فحصهم بكره بعد هالحفله اللي بيعرف شي رح ينسى خليهم يسقطوا الله لا يقيمهم. لك شو عم تعمل انت؟ عم دوزن امي؟ ما بدنا ندوزن هلا بدنا نجاز نحن. طيب شو الغنية بدكم اياها؟ بديع منغرش منغرش شو بدنا نبسطهم نحن؟ بدنا فركرار امي لعيونك فركرور فركرور من مفرق جاسم لسانا بينا حاجي تهيل للدمع يا عيني حاجي تهيل للدمع السخينة على وليك الكان مسليني يلا من مفرق جاسم لسانا بينا حاجي تهيل للدمع يا عيني حاجي تهيل للدمع السخينة على وليك الكان مسليني ارسل سلامي والله بلا ما نقعد نتذكر هلا لعيونك شفتك يا جميل على البيت الرمالي كل ما حميت بك بردات روح قتل لك امي خلاص ما بعرف لك مالك
لك تضرب من بين المطربين، بديت بغنية ما بتعرف تكملها، شو قصتك؟ هات غيرها لشوف. لعيوني وراي بديع. لك اكتب ورق وارسل لك يلي انطرق خير. قوموا شباب يلا يلا لعيونك. اتكلوا على الله. يلا روح شايف لك. تامر قرأتني ها، قل لي الكمية اللي بدك اياها وانا بجيب لك اياها. حلو حلو، يا عيني عليك يا عيني عليك يا احلى صغر. سامعة؟ شايفة شايفة حنو قديش جوزك شاطر؟ يعني إذا قلت لك جيب لي 1000 متر بتجيب؟ بجيب بجيب. إيه لكان قد ما بيطلع بإيدك جيب. ها أنت وأنا بصرفهم 1000 2000 3000 متر بصرفهم. عندي منشرة بلوعة خشب وعندي شلة بدي أعرفك عليها، قولك على 3 مرات. لاحقك لاحقك والزمن طويل. معقول يكونوا نايمين؟ بدي فيقهم ان شاء الله يكونوا بسابع نومي. لك ايه والقريضة تقرضكم والمحية ايه جايب نفسها. لك العمى بعيونك العمى، انت ما بتميز بين البشر وبين الكلاب. مساء الخير. مساء النور. فكرتكم نايمين. لك شلون بدنا ننام وانت فاتح خط ما جينو على الاخير تحت الشبابيك؟ اذا ما قوصت لكم يا بيأذيكم. من وين؟ كلب جربان هون بالحارة. هلا ميت خرطوشة على كلب مكعينا هالكلب، والشكاوي مثل زخ المطر عليه، وانه كنت اعرف صيبه بعلمي صيب. ما بقلب نوب، بس هذا الحقير قولي بشم ريحتي شلون بيختفي ما بعرف، ما بلحق طخ الا بيكون اختفى.
بيطلع القواص على الفاضي. لا طمن مو على الفاضي، صبته لأبو طمزي. وين صبته؟ Ta-da-da-da-da-da-da-da. Ba-da-ba-da-ba-da-da-da.